السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة المهندس أحمد مجاهد. النهاردة هنتكلم عن الكيبل تري أو حوامل الكابلات. هنتكلم إزاي بنحدد المسافات والمسارات الخاصة بيها، تمام، وإيه الدايمنشن اللي بيبقى بينها وما بين الكوردينيشن الأقسام التانية، وإيه أهم الاعتبارات أو الملاحظات اللي لازم ناخدها في الاعتبار عشان وإحنا سواء كمقاولين بنعملها بننفذها أو كاستشاري بنستلمها. انتظرونا إلى آخر الفيديو لمعرفة كافة التفاصيل. اهلا بكم مره تانية. دلوقتي عمليه انتقال الطاقه الكهربيه، تمام، الكابلات الكهربيه من مكان الى مكان بيتم عن طريق اما دفنه في الارض او في عن طريق مواسير او عن طريق كيبل تري، حوامل كابلات. طيب الكيبل تري دي، تمام، لها انواع. ايه هي انواع الكيبل تري؟ اشهر الانواع الا وهي البرفوريتد النوع المثقوب، او اللدر نوع السلم، تمام، او الكيبل ترانك. هي انواع مختلفه، جميع الانواع دي، تمام، كل نوع له استخدام معين او طريقه استخدام معينه او مواصفه معينه. طيب احنا دلوقتي هنتكلم عن اهم الاساسيات المشتركه، تمام، ما بينهم. خلينا نتكلم عن البرفوريتد كيبل تري. تمام، النوع المستخدم عندنا هو البرفوريتد كيبل تري زي ما هو موضح في الصوره. البرفوريتد دون انا عندي بمشي فيه الكابلات في مسار افقي في كوريدور، والكوريدور دون المفروض ان هو ينقل الى غرف او شقق او مكاتب اداريه او الى ذلك، تمام، الطاقه اليها فوق الفور سيلينج، فوق السقف المعلق او الفورث سيلينج، تمام. طيب انا دلوقتي الحاجات دي لازم اكون عارف ان انا هنقل كابلات النورمال، تمام، على ليفل، وكابلات الامرجنسي على ليفل تاني، تمام، على كيبل تري تاني. الكابلات الخاصة بالنورمال على ليفل، والكابلات الخاصة بالإمرجنسي على ليفل تاني. طيب ايه اهم العوامل او الاعتبارات او الملاحظات الهامة اللي لازم ناخدها في الاعتبار اثناء عملنا؟ رقم واحد الديستانس، المسافة. المسافة ما بين الكيبل تري والسقف، والكيبل تري والحيطة الجانبية، تمام، والكيبل تري نورمال، والكيبل تري الامرجنسي، والكيبل تري والترانك، والكيبل ترانك، تمام. المسافات دي لازم ناخدها في الاعتبار. ليه؟ عشان ما دخلش بند على بند، او عشان لما اجي اثناء عملية الصيانة ما اقدر اصين بكل سهولة. المسافات دي تسمح لي ان انا اصين بكل سهولة، تمام. الكيبل ترانك بيختلف عن الكيبل تري في بعض الحاجات. الكيبل ترانك بيبقى مصمت كاملا وعليه غطاء، تمام، وبيمشي فيه اللو كارنت، كابلات اللو كارنت. طيب الحاجات دي كلها لازم اكون برضو عامل ديستانس ما بين، مسافة ما بين الكيبل ترانك والكيبل تري لا تقل عن 30 سنتي. كل المسافات اللي هي موضحة على الشاشة دي لازم باخدها في الاعتبار بتاعي، تمام، عشان نمشي مساراتنا بطريقة صحيحة، تمام. دي رقم واحد. النقطة التالية لازم نكون راعي ان المسار الخاص بالكيبل تري هو مسار مستقيم وموازي الى مسارات مستقيمة وموازية الى المحاور الرئيسية في المبنى، تمام، والمسار دون بنعمله عن طريق الليزر زي ما هو موضح في الصورة. طيب ده يا جماعة شكل الفيديو لما نستخدم الليزر، جهاز الليزر في عمل الكيبل تري. رقم 2 الا وهو الريسوي الخاص بالكيبل تري بيبقى هو موضح في الشوب دروينج. انا عندي شوب دروينج موضح فيه ان الريسويز دي هتبدا من النقطه الف الى النقطه باء، تمام، او من النقطه A الى النقطه B، تمام. الريسوي دي هيبقى فيها عمليه صعود وهبوط، الصعود والهبوط دي هيخليها يغير الليفل بتاعها من كذا الى كذا، تمام، عشان اقدر افادي المسارات اللي ماشيه
معايا في السقف المعلق، في اكتر من بند ماشي معايا، مش انا لوحدي بس اللي ماشي في الفولس سيلينج، لا انا عندي شغل ميكانيكال، الضغطات الخاصه بالهواء او مواسير البايب الووتر، تمام، الحاجات دي كلها ماشيه فوق الفول سيلينج، لازم اراعي الاعتبارات والمسافات اللي ما بينها وبين بعض، تمام. لازم ناخد في اعتبارنا من الامور المهمه برضو ان احنا عمليه الصعود والهبوط الخاصة بالكيبل تري. عملية الصعود والهبوط دي زي ما هو موضح في الصورة، أنا عندي كيبل تري كان ماشي على ليفل معين، تمام، اتغير الليفل بتاعه عشان في شفط أو ضغط خاص بالميكانيكال، تمام، هينزل على نفس الليفل، فأنا مضطر إن أنا أعمل عملية صعود أفادي الليفل دون أو الضغط دون زي ما هو موضح. عملية الصعود والهبوط دي لازم تكون مفيش فيها اي شارب ايدج لو انا هعمل الفيتنج هنا بداخل السايت، مش فيتنج جاهز. ليه؟ لان احيانا بعض الاطوال عالية جدا او منخفضة جدا، تمام، الاطوال دي بتضطرني ان انا اضبط الفيتنج بتاعي او المسافة بتاعتي في عندي هنا في السايت، تمام، زي ما هو موضح في الصورة، تمام. تالت حاجة بننتقل إليها ألا وهي عملية تثبيت الكيبل تري. تثبيت الكيبل تري بيبقى عن طريق اتياش أو سبورتات. الاتياش أو السبورتات دي تبقى لها ثيكنس معين وسفات معينة، كل متر ونص أو أقل من ذلك، المسافة لا تزيد عن متر ونص. طيب أنا دلوقتي الحسابات الخاصة أو الماتيريال المستخدمة للثيكنس المستخدم للتيش أو لنوع السبورت، تمام، الكالكوليشن بتاعه بيتم حسابه عن طريق المهندس الاستراكشر، لازم اكون واخد بالي من النقطة دي وعامل كوردينيشن ما بيني وما بينه، تمام. طيب ننتقل لنقطة اخرى الا وهي عملية التقريض. لازم بكون حريص ان التقريض ما بين الكيبل تري وكل كيبل تري، تمام، تقريض جيد جدا، تمام، بستخدم سلك تقريض، تمام، بترامل اطرافي ترامل وبربطهم في الصاموله او النطس الخاصه باول شيت وتاني شيت، تمام. طول الشيت بتاع الكيبل تري هو 3 متر، بربط دايما ما بين اول شيت وتاني شيت. النقطه التاليه اللي بعد كده لازم نراعيها الا وهي ان المفروض ان نتاكد من سلامه وضبط الصاموله الخاصه بعمليه التربيط. بنربط ما بين الشيت الاول والشيت الثاني، تمام، باربع صمويل، تمام، كل صمولتين على شيت، كل صمولتين على شيت، وما بينهم سبورت بزاويه 90، تمام، زي ما هو موضح في الصوره، تمام. ولازم نكون متاكدين ان كل حاجه تمام متثبته كويس، المسامير متثبته كويس، وكذلك التربيط الخاص بالكونكتور اللي ما بين كل كابل وكابل، او التيش، مسامير التيش، او المسمار بتاع السقف، مسمار السقف برضو متربط كويس مع التيش، كذلك السبورتات، وكذلك الكونكتور. عندك اربع مسامير في الكونكتور متثبتين كويس، والتقريض ما بين كل كيبل تري والتاني التقريض المسامير بتاعه برضو متثبتة كويس، والكابل الارس او كابل التقريض ما بيبقاش يعني مزنوق من التيش ما بيبقاش قافل عليه، لا ده في سبيس بيتحرك فيها بحرية. اتمنى ان الصورة تكون واضحة، ده المنظر العام من فوق، تمام. لازم اراعي ان انا لو انا احتجت اقطع في الكيبل تري لازم تكون المسافه فيه سيمتريه ما بينه وما بين الزونه اللي انا بعملها. انا لو بعمل زونه وفي زونه كمان مشابهه ليها لازم يكون نفس المسافه اللي انا هقطع فيها هي نفس المسافه في الزونه الاولانيه هي نفسها اللي في الزونه الثانيه. ابتديت بالقطع في الشيت، تمام، يبقى لازم في الزونه الثانيه برضو مبتدي بالقطع، تمام، لازم يكون في سيمتريك، نراعي السيمتريه الهندسيه في ذلك. نيجي بعد كده للميزان او البالانس الخاص بالكيبل تري. اولا الكيبل تري لازم يكون نستخدم الميزان بتاعنا، ميزان الميه، لازم اتاكد من سلامه الوزنه بتاعت الكيبل تري افقيا وراسيا زي ما هو موضح في الصوره.
بالإضافة إلى السبورت بتاعه، تمام، لازم يكون نازل بشكل سلس ومستقيم، مفيش أي انحناءات أو اعوجاج فيه، تمام، الخاص بالتيش، تمام. نهاية السبورتات بيبقى فيه قطعة بلاستيك بتركب في نهاية السبورت يمين وشمال السبورت اللي هو أسفل الكيبل تري اللي شايل الكيبل تري. النقطة الثانية ألا وهي إن لازم نهتم بالشارب إيدج، الحواف، نهاية الحواف الخاصة بكل شيت، إن إحنا نصنفر الشارب إيدج دي، ما يكونش فيه أي شارب إيدج على الكيبل تري في جسمه، تمام، عشان ما يجرحش الكابلات لو أنا بعمل بولينج أو سحب للكابلات عليه، تمام. ونهتم بالنهايات الخاصة بالكيبل تري بكل شيت، تمام. وبعد كده لو في اي حاجة فقدت الجلفنة بتاعتها لازم يكون الكيبل تري مجلفن بطريقة سليمة، والجزء اللي فيه شارب او حاجة بعد ما بنصنفره بنجلفنه بطريقة سليمة. ما ننساش ان احنا عملنا اختبار سابقا عن الاختبار الجلفنة، ان انا اتأكد من سلامة جلفنة الميتال بتاعي او الماتيريال بتاعتي. الاختبار الجلفنة دون انواع كثيرة من الماتيريال بنعمل لها اختبارات، هتلاقوا لينك الفيديو دون في اعلى الشاشة. من الامور المهمة برضو اللي لازم نراعيها الا وهي خروج الفليكسيبل من الكيبل تري او الكيبل ترانك. لازم نعمل حسابنا ان المسافه اللي هياخدها الكيبل تري او الكيبل ترانك، تمام، يكون الكيرف بتاعه، تمام، الكيرف الفليكسيبل، الكيرف الخروج، مناسب للعنصر اللي احنا بنستخدمه. يعني احنا لو بنستخدم لو كرنت، تمام، هيبقى العمليه الانحناء لازم نراعيه. ليه؟ لان لو المسافه ضيقه جدا فالانحناء هيبقى اكتر، وبالتالي يعني لو احنا مثلا بنمدد كابلات فايبر في نسبه معينه من الانحناء، تمام، لو انت زودت عن النسبه دي فهو بالتالي الاستلامه او الشغل بتاعك هيترفض نتيجه الى ذلك. ودون هيتضح اكتر في الكيبل ترانك اللي هو ايه متقارب من بعضه، فالمسافه دي لو ما هاش كافيه لعمليه الانحناء للفليكسيبل هتبقى صعبه. انما احنا هنا عندنا في الكيبل تري هتلاقي الانحناء في مسافه كبيره واسعه اقدر اعمل فيها اي انحناءات، تمام، للفليكسيبل، تمام. ادي الكونكتور او الادابتور الخاص بالفليكسيبل، تمام، ربطته ما بين الفليكسيبل والكيبل تري، وعمليه الانحناء او الدوران متاحه بشكل جميل وكويس، تمام. بقدر اخد بقى بعد كده من الفليكسيبل دون بطلع بيه على كوندويت او اي ام تي كوندويت، يخش على الشقه او يخش على المكتب اللي انا عاوز انقل اليه الطاقه من الكوريدور بتاع البرج السكني او البرج الاداري او المستشفى، من الكوريدور الخاص بيه الى الاوضه او الغرفه او المكتب اللي انا بنقل اليه الكهرباء. وكذلك الانتقال من دور الى دور، انا محتاج في الانتقال من دور الى دور انقل الكابلات بتاعتي عن طريق كيبل لادر او باس واي. طيب احنا هنا عندنا كيبل لادر، تمام، بالابعاد المحدده اليه، تمام. باجي بعمله ازاي وبثبته ازاي؟ بان انا برضو بليزر، تمام، ما بين بنقل الليزر دون الافقي من دور الى دور، وبحط خيط لعمليه اتزانه وميزانه، وبراعي وزن الكيبل تري او الكيبل لادر، براعي وزنه راسيا وافقيا على اللمبات او اللمبات الخاصه بيه، اللمبس الخاصه بيه، تمام، زي ما هو موضح في الصوره. لو وصلت لنهايه الفيديو دون احنا كده شاكرين، انتوا كده متابعين لنا للقناه ومهتمين بيها، ربنا يجزيكم خير على حسن المتابعه. ما تنسوش
تعملوا فولو وسبسكرايب وتدعوا أصدقائكم للاشتراك في القناة. يا رب يكون وصلنا لكم المعلومة على أكمل وجه. هذا أنا أحمد محمد مجاهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.